Le monde des idées, c'est vrai. Et... Ah oui, ah oui, est relatif. Non. Ah, il y a rien. التاريخ ليستوار التاريخ ضروري بوركوا ليش تاريخ ضروري البناء عم تحكي عن الارض سيبري بالقرون الوسطى يعني 1400 عين كوبرنيك كوبرنيك قبل منه وين كان الكون قبل كوبرنيك الناس تفكر الكون هي الارض البناء الارض هي الكون عيام قبل كوبرنيك وفي لمبة بالنهار هي الشمس ونلتقط النجوم بالقمر والنجوم بالليل. إنما الكون الكون الإنذار كله بالنسبة إله كانت التاريخ الأرض. هيك التاريخ بيقول. إجا كوبرنيك قال لا مش الأرض كون. في نظام شمسي وسع شوي. إجا بعدين هبل وأينشتاين وعلماء الذرة وسعوا صار الكون بدك تروحي تبعتي ضوء ضوء. يروح 30 مليار سنة ضوئية 30 مليار سنة ضوئية بيرجع مطرح ما طلعتي انت 30 مليار سنة ضوئية يعني الضوء بيعد بالسنة 300,000 كيلومتر مليارات ومليارات ضلت تقولي مليارات على 16 جيل تعتبر من القصة كلها سوا هذا صار الكون على الواقع بعد التاريخ مفهومنا للكون صار واسع كبير بالاول قبل كوبرنيك يعني بال 14 13 14 قبل كان الكون هو الارض. كان المسيح مسيح لما قال انا نور العالم بقيامه بيقصد الارض بمفهوم بيتنيه بمفهوم الزنة انا نور العالم ما قال انا نور العالم مثلا ما قال انا نور العالم شو بيقصد بالعالم مفهوم بيت الايام كيف فهموا الارض بس اليوم العالم هو المجرات والكتب والشرب والسدوم نو الجالكسي الكبير بالكون ويسع كثير بالكون ما هيك مظبوط ويسع كبير انا يعني متاثرين بالاشياء اللي بتجيبوا لنا اياها انتم العلماء الروسية المحاضرات الفرنسيه والاوربيتا والفورتا يفتحوا الافاق يوسعوا الافاق كثير كثير انا قلت لك روسيا بتلعب دور بالنوفيل سيفيليزاسيون الى دور روحها روحاني بدها تلعب روسيا مش هيك انا وياك مزبوط في كان واحد عندنا خوري فلورينسكي قتلوا كجبان يعني بالواد بال 1937 قتلوا وكان خوري ماتيماتيك بروفيسور ماتيماتيك بروفيسور شيمي يعني كل شيء فلسفي وكان عم يكتب اشياء ايه وصار عم يحكي مع اينشتاين عشو اينشتاين هيك هي؟ ايه هي هذيك اللي هي مشان هيك يعني عطل وعشو يعني فيتيس تبع نور 300,000 كيلومتر بالسكند سكند سكند ايه 300,000 كيلومتر بس هيدا لخيط ماتيريال هو اه وي ماتيريال يعني فولجير ماتيريال بلوتنا ماتيريال كاسكت بلوتنا ماتيريال بس في شيء اينشتاين وصل لهيك شيء التفكير قال شو هيدا اكثر من 300,000 كيلومتر بالسكند ايه فهمت عليك فهمت عليك اينشتاين فات بهيك شيء بس بالماتيماتيك وبالفيزيك ما قادر اعمل فورمول واضح واضح لاحظت ايه فلورنسكي فهمت بس ما اقدر اعطاها بايكواسيون ماتيماتيك يعني انه في شيء اسرع من Скажи, Флоренский доказал это математически и физически. Большая батарея. Через Данте. 300,000 километров в сене, и эзотерик это да, и эзотерик بيوضح الفارق بين الضوء والنور. الضوء صارت 300,000 километров. Скажи, это только для troisième dimension. Нихне ла, хайда Флоренский ал. Хайда для troisième dimension, ла, арт. للارت وشو بصيغتي انا كصديق للايزوتيريك كلهم هن من صلب الايزوتيريزم الحقيقي ان يكون منفتح مش يعبد ذاته ما يقول انا اللي معي الحقيقه المطلقه هذا مش ايزوتيريزم حقيقي انا صديق ايزوتيريك انا بعتبر الايزوتيريزم هو المفهوم العميق العميق للاشياء وللمعاني بس بوصل هالصداقه اصدقائي بكون صديق معهم ما تنغلقوا على زيتكم ما تقولوا ملكنا الحقيقة ما حدا بيملك الحقيقة نحن لازم يكون أتباع الحقيقة مش نجيبها لعنا للحقيقة نعملها إلنا يقول لك معي حق لا نحن لازم نكون مع الحق مش الحق معنا
شفت الفرق وين السيوتونين؟ ايه بس الازوتريك قدم معرفته. انا ما بينتقد غيره. عم بقول جو الازوتريك ابدا نحن ما 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 بننتقد غير مدارس معرفة. منفتح على غيره. اكيد لوموند لوفير عالم الانفتاح على الكل، هيدا الازوتريسم الحقيقي. ليش؟ لانه هو عم يفتش على المعايير العميقه بالعمق، بالعمق في الابعاد مفتوحه بالعمق، واكثر شيء بيتعمق هو الازوتريسم، هو بيتعمق اكثر من غيره. هذا اللي قال فيه الدكتور جوزيف مجدلينا، هالمعرفة المغلقة إيه؟ عم يقدمها للآخرين. منفتحة. مش هيك صار في عندنا لحد هلا 36 مؤلف. ايه 36 كتاب. ما فهموه مثل ما لازم يفهموه جوزيف. فهموه حسب نظرتهم هن. ايه؟ بس بعد ما جاوبتني على سؤالي عن الكلمة والمسيح بمختصر مفيد. من وحي انجيل يوحنا. بس بالازوتريك انا شوي يعني نحن بالديفونيتيك عم بقول ازوتريك هيدا يعني كلمه قديمه. ليش؟ يعني هلا كثير اشياء فتحوا بالديفونيتيك، فتحوا كثير اشياء، يعني معناتها مش ازوتريك، ما في شيء سر، يعني كثير سر ما في. في اشياء ما بنعرف مزبوط، بس كثير فتحوا للوات تبع، يعني نحن بنعرف شو معناتها انرجي، نحن بنعرف شو معناتها النور، وهي فيتيس تبع النور، وكل شيء كل شيء بنعرف. فتحوا اشياء كثير، مشان هيك ما في، يعني هن بيقولوا هيدا ازوتريك كلمه قديمه. هلا انتم بدكم تشتغلوا مثل فلورنسكي بالفورمول، فيكم تعرفوا اكثر من لازم، بس لهيدا لازم بكون يعني روح خيط روحانية، يعني مش خيط بطيئة. هو عم بقول من دانتي. دانتي بتعرف دانتي؟ ايه هيدا فلورنسكي. فلورنسكي هو ماتيماتيكي دانتي اللي حكي عن أنفال وجحيم. المهم ايه هو قال شو عن دانتي مكتوب شو في خيط باراليل. ردي؟ باراليل موازية موازية للعالم. في سفير، نحن بقولوا سفير يعني انفيزيبل، بس في سفير دانتي كتب أحسن شيء. فلورنسكي بعد دانتي صار بقول بالفورمول على دانتي على البويم على كل شيء، شو هون كل شيء مكتوب. شو هيدا خيط؟ شو نحن بنشوف نور، يعني مش نور ضوء. اي مزبوط نحن بنشوف ضوء، بس في خيط باراليل. هيدا فيتيس تبع خيط باراليل غير شكل. هيدا اكثر من لازم، يعني هيدا صعب لك. اذا في كتاب باللغه الفرنسيه وكان بكتب باللغه الفرنسيه بجيب لك حرام. انا فهمت الفكره. شيء يعني بهالايام بهالايام ايه لما بتحكي عن الامور الروحيه، يعني الازوتريك بيدخل بعالم الاعمال، المستوى فوق الحس، سوبر سنسيبل فوق الحس. الناس بتضيع بتضيع، الناس غاصه بالماده. انا بعرف شو عم بحكي، مع صار لي 40 سنه بهالجو. حكي مثلا عن الامور الاسيريه بيطلعوا فيك هيك، عن الاسترال بيطلعوا فيك هيك، عن المونتال بيطلعوا فيك هيك، عن المستويات الروحيه العليا بيطلعوا فيك، عن الالوهه. الناس عيشي. انا بعطيكي مثل، اذا واحد تحت البحر عيش عم بيسبح تحت الماء، في يشوف الكائن العصافير بالجو؟ ما في يشوفه. في يشوف الناس اللي على الوحي؟ لا. حيوانات على اليابس؟ ما في يشوفه. بيشوفوا الاشياء اللي هي تحت الماء، اذا كان واحد تحت الماء. عالمنا اليوم نحن خصوصي من السابع عشر، السابع عشر وجاي، غطس غطس كثير، دخل انحدر بعالم المادي والمال والاقتصاد والسلعه والبيع والشراء والانتاج. دخل بالجو. ما بقى ما فيك ليه تحكيه عن الاشياء الروحيه، الاشياء المسكيه، الاشياء الصوفيه، الاشياء الالهيه. بيسمع بس ما بيفهم عليك مش عم بيعيشها، مش عم بيعيشها، مش عم بيعيشها. انا بخبرك عن العسل، بعمل لك محاضره عن العسل 5 ساعات، بس الضوء بلعه عسل تفرط شيء ثاني. بتعرفيها الاسم؟ بده يعيش الواحد. عصرنا حكي حكي، بيحكي صرصار، ما بيطلع شيء من الحكي. بدك تعيشيها، بدك تعيشي. اللي بيدعوا مثلا، انا لي حق احكي عن المسيحيين، يعني اكثر ناس بيجهلوا المسيح ان المسيحيين، اكثر شيء بيجهلوا. بيقولوا احنا مسيحيين مسيحيين مسيحيين، ما كان ايش؟ سأل ايش معنى مسيح؟ ما بيعرف الكلمه مسيح، ما بيعرف ايش معناتها. حكي هذا بده يعيش الواحد، بده يحب. هاي الحقيقه القصه، بده يحب. اللي بيحب غير شيء صار في القصه. ما عاد حكي وسلسله هو الواحد. هلا بدنا نضيف شيء، بدي اشرب قهوه انا وياكم. هاي احسن ضيافه.
هيدي احسن ضيافه. انا هذا الحديث معك يا ابونا احسن ضيافه. خلص كنت تصور بس بعد ما اخذت جواب على سؤالي عن الكلمه والمسيح، لانه دائما هذا موضوع نقاش وموضوع بحث. ما هيدي انا ما بحب النقاش، ما بحب النقاش. نحن جايين ناخذ حديثك. عيوني حبيبي على راسي وعيني. لانه حديثك مهم جدا. رح يوضح غوامض كثير ويزيل التعصب. رح يزيل التعصب. اسمعك ان شاء الله ان شاء الله بتمنى. الا اذا هذا شيء بشكل خطر، اذا بشكل خطر بنطوي الصفحه. انا الوحيد اللي ما بيهمني شيء اطلاق خاص غير ضميري والحقيقه اثنين مع بعضهم. لكن ارتقينا. انا نزلت كتاب اسمه مسيح وانت في لبنان. المسيح نعم. كل اكليلوس العالم قام ضده. وبعد ذلك وقفناهم. فمعنى محلة انا بقول لهم وين غلطتوا انتوا؟ وين انتوا مش فاهمين؟ بكل بس بمحبة بقول لهم. نعم. ايه ما ببغضوا بحقد انا. نو؟ لو بدي خاف انا كنت نزلت الكتاب، سامع بالكتاب مسيح وانت في لبنان. كيف لكان؟ قريته؟ اطلعت عليه. اطلعت عليه اوكي. سعيد مثل ما بتريد تقرا ولا بس انه مفروض. لا قريت قسم كبير منه. يعني اذا وقت اذا قريته بتعرف اني انا ما بخاف غير من ربي على الاطلاق يعني. ما اطلاق انا بتشيلها من راسك. ما بخاف من اشتي خيف انا. مين بدي خيف يعني؟ اذا قضيت حياتي اني احب مين بدي انا اشتي خيف؟ مين بدي خيف؟ لا ما بخاف من حدا. خوف نحن بيتولد عند جهلنا عند نقصنا نحن بيولد هون. يعني طلع من الاسينيين المسيح. من جماعة الاسينيين. ايش من اصحابنا الاسينيين ايش من هالابطال ايش بتطلع عنهم؟ الاسينيين. ايه عندي معلومات يعني قاري عشرات الكتب عن الاسينيين. مخطوطات البحر مخطوطات البحر الميت. شفت انه القصة هيك؟ الاف السنين هن قبل شفت وين ننطلق نحن؟ لا عذرا بكل محبة واحترام. انت نعم. شغلتي الاسينيين شغلتي شغلتي انا. تفضل شو بتحب تحكي لنا عنه؟ قبل مخطوطات بحر الميت بمئات مئات 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 السنين. المعرفة البيضاء لازم كان يقول لك عنها جوزيف اسمه جوزيف معلم صديقنا. قديم القصة كثير الأسينيين قديمين. الكلمة منها كلمة يهودية أثروا علينا الشباب إنه ببحر الميت هذا في بعرف مخطوطات بحر الميت بعرفها منيحة يعني إنه صرنا نعلمها سنوات مخطوطات بحر الميت. بس الأسينيين هن مئات مئات السنين قبل اليهود، ما قلنا عليها باليهود، قبل بكثير 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 بكثير. لا هي حقبة تاريخية تقريبا. الكنعانيين هن أبناء وأحفاد الكنعان، الكنعانيين الأوائل مدرسة هرمس، هاي المدرسة الأولى، المدرسة الروحانية الأولى بالكون، المذهب الرهبني اللي كملها بيتاغور وكملها بعدين تحطمس الثالث وبمصر وإجا لهون بزحفوا هون وتأثر بالكنعانيين. وصار في تفاعل بينه قبل بحر الميت بمئات والاف السنين الاسينيين. طب مين ترك هالمخطوطات؟ هن تركوها ولا حضاره غيرهم؟ عم تحكي عن مخطوطات. ايه بدي اشوف هل في علاقه بين المخطوطات على بحر الميت والاسينيين؟ لا انا لا اليوم الدراسه الاخيره بحول هالموضوع ما بقى بيسمون هول جماعه كبران. نعم. ما بقى يسمونها يعني المجله لوموند لابيب المجله الاختصاصيه مسؤول عنها هذه انا ما معك خبره هي مجله خصوصي مشين الاسينيين ومشين بحر الميت اسمها لوموند دو لابيب بالفرنسيوي. هي شغلت الاختصاص ومشي 20 سنه عم يتخصصوا بهالموضوع طلعوا بنتيجه انه هول مش اسينيين هول بالحصر المعنى هول مسك انسحبوا من البيئه اليهوديه الاعتياديه مالوا للنسك تشبهوا بالاسينيين القدماء تشبهوا ابتعدوا عن السلطة المحلية، عيشوا الفقر ومحبة القريب والعفة وإلى آخره، ابتعدوا عن العالم وابتعدوا عن الطقوس والعبادات الخارجية اللي بتستعبد الإنسان وميلوا للوحدة بالبر. هول هن كتبوا المخطوطات من القرن الثاني هن بلشوا كل حين بلشوا يعني شيء تقريبا 160 162 سنة قبل المسيح البدايات الأولى لقمران. بس لما تقولي الأسينيين صار في مزج بينهم وبين التيار الاسيني القديم الحقيقي الاصلي اللي عمره الاف السنين ومئات مئات السنين على الاقل. الاسينيين يعني المسيح اخر شيء عاشر الاسينيين تبع جبل الكرمل. كانوا بجبل الكرمل هن مون كرمال. ايه يعني غير موضوع الاسينيين موضوع قبل يعني مثل ما بتيجي انت مثلا تلبس ثوب ولا ثوب رهباني اليوم. بيتشبه ببرنطانوس الكبير، برنطانوس ايه بس هو كيحاول يصير زمان.
هل بسموه البحر الميت، محطوطات بحر الميت، محطوطات لها قيمه كثير حلوه لو بيحكوا عليها مقيم بشكل معين يعني، بس لما بقى يسموهم اللي يعني هون بلبنان بيسموهم قاسمين غلط اذا غلط، انا ما عيدوا قاسمين هون، هي جامعه كبران. القاسمين هن حركه روحيه شبه رهبانيه قديمه بلشت من هرمس من مئات ومئات. في عندي الكتاب تبع هرمس ثلاث كتب ضخمه كبيره على الارض، ثلاثه على الارض قصه طويله علينا. هرمس تريس ماجيست المثلث العظيم، ثلاثه الكبار تفضل. ايه ده اسم الكتاب؟ قالوا له دحي امك وبيك خارجا ينتظرونك للمسيح. انا ماخوذ بالمسيح مش مفهوم اعتيادي يعني، ما تفهمني غلط، انا ما بستشهد فيه هيك يعني مثل ما بستشهدوا فيه. تعرف ايش بحكي عن المسيح يعني؟ عم بحكي عن اللي اقرب من ذاتي الي. اذا عم تسمعني وانت رجل كثير طيب هاتك من هيك دخلت بالازوتيريزم. يسوع المسيح لو ما كان اقرب من ذاتي الي ما بحكي عنه انا مثل ما يحكى عنه عادة، يسوع المسيح وكذا، اوكي ايه سبب ماني ضد، بس انا بحكي عنه لاني حاسه بالفعل بعمق اعطاء حياتي يعني لقيته اقرب من ذاتي الي. هيدا يسوع اللي عم بحكي عنه انا. واصل الكلمه؟ مسجله او صوره؟ مسجل صوت وصوره. وصوت وصوره. صوت وصوره، بعد عندي سؤال. هيدا يسوع المسيح عندي انا. شو رايك بكتاب من واحد المسيح لمخايل نعيمي؟ خي نعيمي انا كنت اطلع على عنده على الشخرون يا رسول الله، انا بعرف نعيمي شخصيا وبحترمه، كنت تلميذ باليسوعيه باخر الخمسينات، اخر الخمسينيات شايف باليسوعيه بيروت، اطلع على عنده كنت بعدني تلميذ عم بتعلم فلسفه بيروت، اطلع عنده على الشخرون طاق بس كنت واقعد انا وياه انا شخصيا، وانا كنت هاي صغير يعني قبل مرعوب، وهو انسان بحترمه كثير لنعيمي. انا نعيمي انسان يعني مميز جدا بالشرق ككل مش بس في لبنان، رجل روحاني ثقافته عميقه، تاثر بروسيا كثير. انا كنت علم بروسيا، لا روسيا علمته اخذته من هون، راح بسعي مدرسه روسيه مدرسه علم فلسطين وراح على روسيا وهونيك انفتح بروسيا. بعدين هو يتاثر طبعا بكل الديانات القديمه وخصوصي بالبرهمانيه والهندوسيه والهنديه والشنتويه يعني ديانات الشرق الاقصى خصوصي، وانفتح على كل الديانات والحضارات وعنده مؤلفات ضخمه هائله جدا. معلم نعيمي، معلم كبير كثير بحترمه لنعيمي. ايه في صور انا وياه بطلع لعنده كل سنه، ولو كنت بوضع الصحي هلا بروح بالسياره على الشخروب لفوق حي التمثال تبعه هونيك وبصلي، لانه هو بعده هلا حي اكثر مكان. واللي ذكروا بالكتاب من واحد المسيح انه هو من جماعه الاسينيين، إن هو بيقول المسيح طلع هو بيقول من جماعه الاسينيين، ما كنت تطورت عيني من عيني يعني بالخمسينات والستينات وحتى التسعين، ما كنت تطورت الابحاث اليوم، بده واحد ينتظر تطور الامور. صحيح المسيح عاش بجو اسيني، بس المسيح كمل الأسينية، كملها بلا فيها الزروع. اوكي؟ تأثر أكيد إذا ما تأثر ببيئته ما بيكون إنسان، المسيح تأثر ببيئته، تأثر بكل البيئة المحيطة فيه، وطلع على اليهودية بس ما له علاقة باليهودية المسيح على الإطلاق. المسيح ما له علاقة باليهود على الإطلاق. بشكل أبسوري عم بيحكي بشكل جازم قاطع يعني، هذا رأيي أنا. صحيح رأيك خالد، ما له علاقة المسيح على الإطلاق باليهود وبيهوى بالخبريات هذه القصص أبدا أبدا. المسيح يسوع المسيح كنعاني كوني، كنعاني كوني، ما له علاقة باليهود على الإطلاق. قال لهم تقولوا بيك إبراهيم؟ قالوا نعم إن أبانا إبراهيم. قال لو كان إبراهيم أباكم لعملتم أعمال إبراهيم. اليهود عم بيحكي معهم قالوا لنا اب واحد والله. رد المسيح على اليهود قال لهم لو كان الله اباكم لما سعيتم الى قتلي، ان اباكم هو ابليس. عم تسمعني حضرت المهندس؟ نعم نعم. ان اباكم هو ابليس قال لهم. نعم ابليس ابليس هيدا بيهم ابليس. تريدون اتمام شهوات ابيكم الذي كان قتالا منذ البدء للناس. مين كان قتال منذ البدء؟ قايين. اليهود ذاتهم
بعض المتنورين إذا شواز قديمين شواز عندهم بعض المتنورين في وما كي متنورين هني بيقولوا بينه وقايين مش إبراهيم إبراهيم هاي مش الناس شعب الجاهل إبراهيم أوكي بين قايين إذا حديت شي مرة بمكتبات بيروت تسأل عن كتاب اسمه في القصص العبري القصص العبري لأنيس ريحة تفتح الكتاب بتلاقي فيه شو حاكين علماء اليهود الروحانيين هني أقلية إنه مين بين بين هو قايين بكمل المسيح بيقول لنا إن أباكم هو الكذاب وأبو الكذب ما قالوا علاء المسيح باليهود على الإطلاق حطوا براسنا هيك ناس حطوا براسنا وبعدنا ويرتينا مثل قصة التفاحة تبع آدم ما في لا تفاح ولا نجاص ولا خاخ وين التفاحة تبع حواء حواء عطيته لآدم مش هناك في هناك ناس بتحكي تعرف شو أساس التفاحة صار لي 40 سنة بقوله ما حدا بيصدقني تفضل باللاتيني اللي منترجم الكتاب المقدس من اليوناني إلى اللاتيني كلمة معلوم M-A-L-U-M باللاتيني معلوم U بس بيسموها معلوم L-U-M إلا معنيين اثنين معلوم شر وتفاح بالكتاب في شجرة الخير والشر ما في تفاح بالكتاب بالتوراة بالكتاب المقدس العهد القديم يعني إذا ما في كلمة تفاح في كلمة معلوم معلوم إلا معنيين معنى المال شر شر الخير والشر والتفاح الشر والتفاح إلا معنيين أدو سانس السانس الأول المال الشر والمعنى الثاني التفاح الناس أخذوا المعنى الثاني تفاح ما في تفاح في مال شر ما بعرف شو ضعفه نو ما ضربوا ضعفه بلى بس بيجوز بقى عندي يعني بس توضح الأمور أكثر من هيك الإنسان ما في فرد كلمة يحكي بشفافية تامة الإنسان ضعيف طيب وقصة دافنشي كود اللي هلا اختي كل بشيء للكون كل بشيء للكون انت ملهي بدافنشي كود هلا يعني عم نحكي شيء فوق يعني عم يشوهوا برسالة المسيح هو هذا الوحيد اللي شوه رسالة المسيح عم يشوهوا بس انه عم عاملين ضجة طولة عريضة في شو 60-70 ألف كتاب عن الموضوع الحكي أكثر من دافنشي كود عن المسيح ومريم مجدلوتر الناس ما بتقرا ما بتقرا من هون أنا قاري شي 20-30 كتاب قديما حول هالموضوع هذا موضة بتروح هيدا في واحد سيد صار له 2000 سنة بينه وبينك يعني كل شيء في دينات وخبريات وقصص وممالك وامبراطوريات راحت وفي بعد كم واحد كانوا صيادين سمك بعد مهديين وبضلوا يهدوا هالحقيقة يعني خليني اقول لك اياها بكل بساطة ليه المال بيعمل شيء ولا السلاح بيعمل شيء ما في شيء غير المحبة بس دافنشي كود ما هي الناس بدافنشي كود قديش بيسموها بس بعصر شو اخترعوا البارود يعني عم بيحكوا عن المسيح وعملته عم مين اللي عم بيحكي عن المسيح هيك؟ منو؟ دان براون مين منو دان براون بتحكي عن المسيح؟ ايه انا ناطرين دان براون يحكي عن المسيح المسيح مش معنى مرتكز على لوحة ليونارد دافنشي العشاء السري 60,000 لوحة ليونارد دافنشي وفي 60,000 واحد حكيوا عن اللوحة غير ليش مهتم بهالامور هيدي هو ليش مهتم بالمحبه عند المسيح محبه الفقراء والغفران والعطل وبذل الزيت مرض في امراض ما عندك مرض بعينك بشوف المرض بعينك وشيل صحح القصه ناطرين براون المسيحيين يقول المسيح في خطر عليه ما يبقى براون دافنشي كود ولا ما تلفي امور صغيره مثل هيك هي بتطلع مثل الموضه مثل الموضة بتطلع مين عم بتأثر سلبياً على العالم لأنه الناس عم بيتاخدوا فيها الناس ضعاف ما عنده عمق ما في ما في إيمان ما في إيمان ولا قولتها أنا شيء ما في إيمان إذا من جوا بس بصير هيك وأنا عم بس بدنا نشرب قهوة بدنا نشرب شيء ضعيف كل شيء شيء مسائل هلا بتاع الحديث ما فينا نحل كل مشيت الكون يعني بالأشياء البديهية مثل ما بيقولوا ببلش واحد بس انا بقول شيء زي شكيت انا هيك هلا استاذي يا معلم سجلتهم كله هلا عشية برجع بسمعهم مجددا كلمة اللوغوس لوغوس انت مثقف اذا بتعرفني انكتبت الكلمة لوغوس حبيبي مش كلمة الكلمة هي الترجمة العربية بدك تفتح القاموس الروحاني وتشوف شيء كلمة لوغوس واتر يا مش نظام يا حبيبي نظام بفتكر ايه لوغوس
لوغوس نو مش لوغوس لا لوغوس ما إلها تفسير 100% أديكوات يعني ما فيها تفسير أديكوات فحدها تقريبا أشيل لوغوس لوغوس هي المزيج ما بين الفكرة والصوت والكلمة مزيج الكيتة صوت إيدي إبارول إلى اللوغوس لوجيك جي من لوجيك لوجيك جي الكلمة من هام جي اللوجيك بس البارول هي البارول هي الكلمة باللغة الفرنسية بفتكر أو أكسيون مثل فورما الفعل هذا كان عم نحكي عن مثل فورما يعني هاي مزبوط برافو يا ميرينا كان يعني مزبوط كتب يوحنا كتب إنجيله أنا قاري عشرات الكتب عن يوحنا وعم أقرا كتبوا باليوناني اليوناني كتب لوغوس أو لوغوس اليوناني ما كتب العربية كلمة هي ترجمة عربية بدنا نعرف شو كانوا يفكروا باللوغوس اليوناني لما كتب باليوناني قلت له سألنا قلت له هي مزيج باليوناني انا بعرف اليوناني يعني. من لوجيك يعني لوغوس في شيء بعدين جي كلمه لوجيك من اليوناني من اللوغوس المنطق عفك المنطق عند ارسطو ايه منطق بيقصدوا فيها الكلمه بس لوغوس بالمعنى اليوناني القديم هو زيته في صوت 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 والفكره والكلمه ثلاثتهم هذا اللوغوس مظبوط بتقول الانسان شو الانسان ببساطه بقول لك مؤلف من نفسه جسد مش هيك؟ ما فيني الا جلال اذا في ثلاثية بالكامل بالكلمة في سباعية عندي في ثلاثية بالبداية كان في ثلاثية بالكلمة انا بكلمة الخلق برافو برافو عظيم برافو شو ارتباطهم بالثالوث الاطلس؟ اب ابن روح قدس هل في شيء ترابط بين الاثنين؟ ايه طبعا طبعا اللي عم نحكي عنه هو بنسميه الاقضوب الثاني الاقضوب الثاني اخذ جسد جسد صار انسان دخل بالخليقة دخل بسباسيو تمبوريل بالكونتينيو سباسيو تمبوريل الاقنوم التالي هذا عند المسيحيين وانا مسيحي طبعا يعني هاللوغوس هو الكلمة يعني بالعربي او اللوغوس بالفرنساوي هو الاقنوم التالي اللي خرج من الاب تيوضح الاب اشو مثل ما الكلمة بتخرج من فكرك تطلع لبرا انت مثل اوكي واضح المثل بل لما بتحكي كلمة انت بتكون عم بتعبر عن فكرك مش هيك؟ صوتك شفت الكلمات وين ثلاثتهم اجوا؟ الصوت والفكر والكلمه هذا اللوغوس. الكلمه اللي بتقولها عم بتعبر عن فكرك عن داخلك عن روحك عن باطنك بتطلع لبرا هيك بهالمعنى كتشبيه اللوغوس الكلمه يسوع المسيح خرج من الاب خرج الكلمه ما مضبوطه خرج ما بيخرج هو يعني من طلع من الهك تعابيرنا البشريه يعني من الاب وتجسد اخذ جسد انسان صار مثلنا هذا سر رهيب جدا بدك تعرف انه الله هو حب والله هو كرم مطلق والله هو ذو سر تعرف كيف بيعطي زيته قصه طويله عريضه عم تسالني سؤالات الواحد يعيش بالاول ويحكي مطولا عن كثير ما فيك تختصر الانسان بكلمه ما هو الانسان؟ انسان هو كائن اجتماعي مؤلف من نفس وجسد في مليار كتاب بيفسروا شو الانسان ما في كتاب واحد نعم عندك شيء بعد انا متشكرك اتعب ناس انا بتعرف انا عم بحكي عنك انا عم بحكي معك لانك انت مفروض اكثر من غيرك منفتح عن ايزوتيريزم هذا شيء عظيم جدا الانفتاح ما له حدود ما فيك تحده قصه طويله عريضه بعيده كثير فايتك مثلا عن انسان شو انسان بقول لك انا اذا سالت الانسان بقول لك مؤلف بسبع طبقات من شرارة إلهية في شرارة إلهية في إسبري ديفان إسبري ديبان إسبري إيمان وفي مونتال وفي أسترال وفي إتيريك وفي سانسيب شفتون سبعتون حصيتون سبعتون نرسي خلي ليك أنا فاهم للإنسان طول عم مين أس بالناس وجسد تبسيط هو الأقل بس قصة طولي على الإنسان بس باللغة الروسية على شوي شوي بيفتح عم بقول على استرال عم بقول بالتلفزيون ايه عم بقول في خيال باراليل ايه صحيح اهلا منها هرطقة او بدعة او فرقة او لا منها هيك ايه انسان لازم يعيش حتى يفهم لازم يعيش حتى يفهم ايه بيسر روحية امي كوكوناتري انطوان يا مسيو امي كوكوناتري امي دابور كوكوناتري انسويت هيدا اتجاهي انا ما بطرد واحدة لا مظبوط لك عنده اتجاه لا معرفة دون محبة عظيم عظيم وين
بس اليوم بالمفهوم اللي بيحكوا عنه اليوم دكتور هذا حديث يعني هو جوزيف متأثر بالتيبان متأثر بالشرق الأقصى جوزيف مش زماني زيته يعني أنا صديقي بتسلم لي عليه؟ أكيد داش قلت له رجاي لعندك قال لي سلم لي على الأب يمين ده حبيب قلبي أنا بعزه بعتبره كتير صديقي يا ماني قاعد أنا ويا ساعات طوال جوزيف وبتنفل لي أوقات بتنفل له له فضل كبير جوزيف له فضل كبير بس مش بانه ما فهموه هم يعرفوا الناس ليه اللي بيعرفوا اشو الايزوتيريزم حقيقي Потому что там все открыто, то, что нужно знать для настоящего периода. Говорят, последние Евангелия. Какие-то улилябуна, ташми. Пожалуйста. ايه عم بتقول لانه هلا انه ناس ما بتعرف المعنى الحقيقي لكلمه ازوتيري عشان هيك انه طلعت اغني يوغا 1920 سنه ايه حتى انه كل المعارف اللي كانت انه مش واضحه انه توضحها يعني يعني اذا بتقولي الاغني يوغا هي تيار روحاني عظيم جدا انا كثير قريت ان ده في اشياء مش معقول في اشياء مش معقول لا يعني لكل يوم كمان وشو الكوسميك يعني مين الاغنيه اللي فيك فيها تسميها نوع من الازوتيريزم ولو ما اسمها هيك يعني بس هي بتفوت بالعمق للاشياء او بالحقائق كمان بس تفوتي على العمق انت ازوتيريزم هذه ازوتيريزم في الاكزو اكس بالفرنسيه يعني اندهار ازوتيريزم بتشوف كرتون سيبري كرتون بس تعماتي بتلاقي مالك من ذرات هذا مش فاهم؟ مش مالك من اتوم ذرات تفوتي بالعمق هذا الازوتيريزم هو انت عم تفتشي على المعاني العميقه للاشياء والكائنات والموجودات الاغنيوغا تيار هائل جدا رائع جدا عم بيعمل نوع من سنتاز للاديان سنتاز بشكل عصري رائع جدا الاغنيوغا فاضي ده بالاول كتاب لابيل يعني هيدا اكثر شيء عم يحكوا على المسيح مين شو كيف يعني مش مهول بالهيدا عم بيقولوا بالهلابيل نروسكا نروسكا بروسكي داس كان в этом зове владыка призывает всех кто может идти дальше но هذا الكتاب كان نداء انه نداء لكل الاشخاص اللي بيقدروا انه يمشوا لقدام يعني ويتطوروا أويتي بالروسية قبلها أوي بالروسي بالعربي والفرنسي وشو بعد أويات؟ بنات مريت الثلاثة بتعرفيها. إيه يعني وين هالقراءات؟ وين هالكتابات؟ وين هال نو؟ مش عم تكملي قراءة؟ إيه أكيد عايشين بروسيا إيه روسي نعم إيه. بس حضرتوا لبناني هون هم لبناني بس بيعرف شو هي روسيا إيه برافو طيب في كوي جورد بروسيا Какой Санкт-Петербург? Санкт-Петербург. Москва, Санкт-Петербург. Я жил много лет в Петербурге. Камень Руси? А мы видно выдумаем. У меня для сейчас дом Петрозаводской в Карелии. Да. Мы ищем переводчика. Я работаю много лет в Москве на секретной службе. В ПГР. Да, я был здесь в Интерпол. И потом в Москве и в Ростов. И в Ростове? Да. У меня много друзей в России, в Кремле. В Кремле. Много полковника там, да. Моя хороший друг там называют Греция Ангола. Не Россия, Россия. أندريا أنا عندي كتب عن الإيكون تبعه، في شو عندي من جامعة بيروت عندك كتب عن روبلوف؟ إيه؟ هات الكتب عن روبلوف؟ إيه؟ بي يعني واحد رئيس الإيكون معلم الإيكون بالعالم كله رئيس تبعنا بالإنتر يعني إنترناشونال سنتر هي بتقول روبلوف كان عديس
وبينتر سوا. يعني روبلوف كان بيطلع يعني بالقوات سوا عم بيطلع لفوق عم بتشوف شو في فوق، في كثير شيء حلو بس ما في فورم وبينزل بيعطينا الشيء شو نحن ما فينا نشوف، نحن مش روحانية عند روبلوف بيعمل يعني فورم. عم بقول ما في هيك بالعالم. اذا انت بتشوف حد يكون حاطين هيدا يكون بتيكوف جاليري، يعني في ناس بيجوا يعني مثل متحف هيدا ناس بيجوا ودغري بيقعدوا مثلا بالموزيوم بالمتحف مزبوط المتحف قد ما انرجي قد غير انرجي في طاقه انرجي. بس اندرو بلوف اذا انت شفت هيدا في ابرات من بيرسبكتيفا بيرسبكتيف عبرات من البرسبكتيفة كاكسكارات يعني كل شيء مش مثل غير ايكون بس اخذتين صورة هون يعني ثلاثة ابعاد ثلاثة ابعاد برسبكتيف الرجعي الوهج تبعه ليش؟ هيدا فلورينسكي هيدا خوري وماتيماتيكو هي وعم بقول بالكاترين ديمنسيون دمنسيون المدى الرابع هيدا روحان كاكت عبرتنا البرسبكتيفة عبرتنا يعني بالكاترين يعني معناتها روبلوف كان عم بتشوف شيء وخطيت بالايكون تبعه هيدا عبرتنا البرسبكتيفة برسبكتيفة هيدا غشي يعني هونيك رسمين تشاشا 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 بالاول تشاشا بعدين هي ثلاثه روح ادرس انت بتعرف ايكون روبلوف ثلاثه بس بالاول هون اذا انت بتشوف بالاول شيء بتشوف كيس بالاول بتذكر هيدا كيس كيس بالاول يعني اول شيء بتشوف هيدا بعدين بتشوف غير شيء بيرسبكتيف غريب كيف هي انا بدي اشير كذا كيف كدي سكاجي فلورنسكي سكاجا شو في تويوتو بيكون изменений دا فما есть обратная перспектива у флоренски андуктет икон бас ал икон кте شو ما ينيت икон هو قال يعني حلو كثير يعني بالوان نوم نحن نشوف اشياء يعني بالمنوم هو عم بقول في شيء روحاني في شيء مش روحاني بس قال كمان بالنوم نحن بصير بالكاترين ديمنسيون ليش؟ وقال يعني اكزامبل يعني مره واحد ضرب حاله هون هيك قواعد ومنظور بس عم بشوف بالمنوم بالغير بيرسبكتيف بالاول بشوف كيف هو اجى على الاشافوط بالباري بعدين اخر شيء بشلوه راسه بس بالاول هو خسرت هيدا الدرب بعدين كيف بالعكس بيمشي بالمنوم هي كاترين ديمنسيون هيدا لازم يعني اذا انا بشوف باللغه الفرنسيه ايكون فلورنسكا شيء كثير حلو هيدا الفرنسيه بتمنى ايه يعني هيدا فلسفي وخوري وماتيماتيك وفيزيك وكل شيء كل شيء كل شيء سوا وكل شيء خطيت بالهيدا سينتيز فلورنسكي مش معه انا اري دوستوفسكي اري سولوفييف سولوفييف كمان يي فلاديمير سولوفييف يي هيدا ولو يا بعرف كلينها وكيف لكن هيدا هيدا نيتشه نيتشه وسولوفييف كانوا ديت بعضهم نيتشه سولوفييف هو عن فرنساوي احنا بنسميه سولوفييف بالفرنساوي سولوفييف بيردياييف كمان بيردياييف بنسميه هيدا بيردياييف هيدا انا قريت كثير عن هذا ولا ما لك حق تحكي يعني اذا مش قريت تاريخهم وعصريهم وروحانيات القديسين بالطريقه اللي بتعرف فيها شو ولا هيك بيحكوا الناس بيحكوا شيء ما بيعرفوا ايش معناته بلاقيه ما بقى حدا يعرف ايش معناته ما بقي له تاريخ، بقى في ثقافة واسعة عميقة 20 30 40 سنة ما بقى في هيك. أكثر سهل عليك بس زر نفسي سهل بسيط. روميو رومان رومان ده فاروسكي ده فاروسكي رومان روما نعم رومان ده أبو учите такое что-нибудь нет любите философию لا أبدا 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 ملايين كتب انكتبوا عنها يعني ليش؟ فيها عمق هيدا ايزوتيريزم، أكبر ايزوتيريزم نصوص ايزوتيريك بالكون هي يوحنا انجيل يوحنا هيدا هو
ما في منه سطحي، في العمق، حقائق الكونية العميقة الإنسانية الفلسفية الروحية الكونية الكبيرة. هذا اللي بيبقى من الصرعات بتطلع يومين ثلاثة يموت وبتطلع بغيره على طول، بيلتهوا فيها الناس، بيلتهوا فيها على التلفزيون كل يوم. سوري باساب سوري باساب. ايه روبير من المخطوطات القديمة القديمة القديمة. نعم. اوكي؟ يعني منين اخذ مرقس ولوقا ومتى ويوحنا، يوحنا غير شيء انجيله. بيحكي عن مخطوطات قديمة جدا جدا، اوكي؟ هي كانت اساس بكتابة الاناجيل. هذا الموضوع. شو تعليقك عليه؟ هذا مش تعليق، هذا ببرهن لك عم بيرجع يرجعك الامور التاريخية الحقيقية يعني. لأنه اللي كتبوا بعدين بعد المسيح كتبوا صاروا يخطوا اليهود ويحكوا مع اليهود فيرجعوا اليهود لعندهم. عملوا اخر شيء المسيح يهودي، عملوا يهودي، تصور يعملوا يهودي للمسيح، يعني هو قال لهم إلا أباكم وإبليس. هن ما عرفوا إلا بعد 30 سنة، عايشوا بآخر 3 سنين من حياته. أكيد يا ماما أمير الله هل في كتابات موجودة أو مخطوطات قديمة؟ هل في كتابات أو مخطوطات قديمة حضرتك اطلعت عليها بينت بوضوح حياة المسيح؟ لا ما في، مش موجودة بين إيدينا. المخطوطات الأولى ما تغيرت، بس النسخ المأخوذة عنها مثلا الإنجيل بين إيدينا تجاوبت بشكل واضح، الإنجيل بين إيدينا هي مش أصلية، هي مأخوذة عن النسخة الأصلية. على المخطوطات الأصلية راحت زادت، ما كانوا يأكلن العلم بس تجي أنت تعمل نسخة جديدة يعني ترجم. أنا عندي نسخة تبعك جديدة بس الأصلية راحت، الأصليات راحت من زمان، ما كانوا يهتموا بالضاين يعني كثير. إذن في 30 سنة مبهمة من حياة المسيح بالأناجيل. 30 سنة مبهمة؟ عند البعض، بس في ناس بيعرفوا وين كان طول الوقت. انا حاطط بكتابي حاطط وين كان المسيح ولد في لبنان، ايه حاطط بالتفصيل وين كان بهالفترات بسموها وين كان المسيح من ابن 12 لابن 28 سنه 30. كان بجبل الكرمل اللي كان بلبنان، بمدرسه جامعه نوعا ما بنسميها جامعه اليوم، مدرسه عند الاسيريين، فيها فلسفه، فيها اليهود، فيها علوم ثقافه عالي 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 جدا، بس كان بلبنان. لانه بلبنان بجبل الكرمل ما قالوا المؤرخين تبع اليهود واللي كتبوا الاناجيل ما قالوا كان بلبنان. لبنان يعني بلد الوثنيين، منو يهود، يعني كل شيء منو يهودي، هذا وثني قويم يعني، هذا ما بيسوق. لا شيء يهوذا اللي هلا استرجعته هذا صرعة جديدة طبعا، كمان صرعة صرعة. اذا مش مزبوط ما فيك، مش قصة إيه بدك تحطه بالكونتكست تبعه، بدك تحطه بإطاره يعني. كتب سنة 180 هل قاعدك عم تحكي عن إنجيل يهوذا؟ هيدي فرقة من الجنوستيك، الجنوستيك بتروح كمان يعني شيء الجنوستيك، تيار فلسفي، تيار فلسفي ميستيك اليهودي انطلق من الإسكندرية وعم 200 سنة قبل المسيح وضل شيء 230 سنة بعد المسيح. كيف في فرق وبدع كتير وشيع وشيع؟ في فرقة طلعت بالقرن الثاني بحوالي 180 انه ما بقى في شر وخير مثل بعضهم والخيانة والوفاء مثل بعضهم، بهالجو انكتب انه يهوذا خان المسيح، لا ما خانه، قال له انت اعمل هيك والخيانة وكذا. يعني بيطلع كثير فرق وبدع وشيع، مئات ومئات طالعة غير انجيل يهوذا. المسيح سمى بانجيل يوحنا ابن الهلاك. سميه ابن الهلاك كل بدي واحد يطلع برأيه والله. البدعة اليهودية كثيرة، البدعة اليهودية كثيرة.